السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم نتكلموا خمس كلمات جدد بالانجليزيه. الكلمه الاولى نتحدثوا على هذا الجهاز، جهاز تحكم عن بعد، واللي اسمه اون فرونسي تيليكوموند. التيليكوموند هذه ولا جهاز تحكم عن بعد للتلفاز، نشعلوا نطفوا بها التلفاز ونزيدوا نقصوا الصوت ونبدلوا الاشعه. دونك باش نطفيو نستعملوا هذا القفل، القفل الاحمر. دونك نطفيو يقول لها turn off، هكذا دوكا ما راكوش تشوفوني. باش نشعلو نعاودو نعبزو على نفس القفل نقولو turn on، turn on. دونك نعاودو باش نطفيو نقولو turn off، باش نشعلو نقولو turn on. باش نقصو الصوت، نقصو الصوت. هكذا راكو تسمعوني. دونك باش نقصو الصوت نقولو turn down، turn down. باش نزيدو الصوت نقولو turn up، turn up. دونك نعاودو نشوفو الخمس كلمات اللي تعلمناهم. الكلمة الأولى هي remote control، وهي جهاز تحكم عن بعد ولا تيليكوموند. الكلمة الثانية turn off، يا أطفئ، أطفئ التلفاز لا أطفئ الضوء. الكلمة الثالثة turn on، يا إشعل، إشعل الضوء ولا إشعل التلفاز. الكلمة الرابعة turn down، يا أنقص الصوت، turn down. ولا والكلمة الخامسة والأخيرة turn up، وهي زيد للصوت، turn up. ان شاء الله عجبتكم هذا الفيديو، ما تنسوش تشاركونا في القناة هكذا باش نزيد لكم فيديوهات اخرى، وين نسي كل خطرة نعلمكم كلمات جدد نستعملهم في حياتنا اليومية بالانجليزية. سلام.